رجعنا ومتابعين معكم بدامسكو مشاهدينا لليوم، حديثنا عن مؤسسة غير حكومية وغير ربحية أشهرت بعام 2016، اختارت التاريخ الشفوي اختصاص لها وتعمل على توثيق الذاكرة المجتمعية عبر مشاريع متعددة. وطبعا أكيد هالمؤسسة أطلقت جائزة حكايتي لأفضل وأقصر قصة واقعية قصيرة. هنحكي تفاصيل أكثر عن مؤسسة وثيقة وطن إضافة لجائزة حكايتي مع الأستاذ موسى الخوري مدير المشاريع بالمؤسسة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. سعد مساك يا رب. سعد مساك أستاذ موسى، أهلا وسهلا فيك، نورتنا. بداية نحكي عن نشأة مؤسسة وثيقة وطن وشو هي رؤيتها. مؤسسة وثيقة وطن هي كانت الحقيقة نتيجة لاجتماع عدد من الأكاديميين والكتاب والمفكرين السوريين من عدة سنوات، كانوا عم بيدركوا أهمية أنه سوريا يكون في إلها مرجعية تاريخية، بمعنى أنه الأحداث اللي عم بتمر فيها البلد يكون في تاريخ وتوثيق لها. ومن هون اجتمعوا النخبة الحقيقة مثل ما قلت، وقدموا طلب إشهار مؤسسة تعنى بالتاريخ الشفوي اللي هو صار علم جديد حاليا معترف عليه بالعالم وبالمنظمات العالمية وبالجامعات أيضا. فتم الإشهار سنة 2016 مثل ما تفضلت، ونحن خلال هالفترة كنا عم نحضر لنحول الرؤية اللي المؤسسة تبنتها بتأسيسها لتصير شيء على أرض الواقع. ورؤية المؤسسة فينا نقول أنه هي محاولة اللحاق بالركب التطور العلمي والبحثي والأكاديمي اللي صار منتشر في العالم، وتحويل المناهج اللي بتساعد على إمكانية التأريخ بصورة حديثة، بمعنى أنه قصص الناس اللي عادة لا تذكر في كتب التاريخ، الأحداث، الوقائع كلياتها تتحول إلى قصة قابلة لأن تسجل ضمن أطر التاريخ، يعني بيصير الباحث يقدر يستفيد منها، اللي عم بيكتب يقدر يستفيد منها، واللي بده يقرأ أيضا يقدر يستفيد منها. طب أستاذ موسى، يعني قبل شوي كنت عم تقول التاريخ الشفوي، لمن لا يعلم شو هو التاريخ الشفوي خبرنا عنه أكثر وكيف تطورت منهجيته. باختصار شديد، التاريخ الشفوي هو محاولة لأن ندعم أو نكمل التاريخ المكتوب. التاريخ عبر عصور طويلة كان يعتمد على الوثائق والنقل والمقارنة والبحث إلى آخره، ولكن مع تطور التكنولوجيا اللي حدث من بداية القرن العشرين خلينا نقول حتى الآن، صار في إمكانية لتسجيل الأصوات، تسجيل القصص، الشهادات المباشرة والحية. وفي مثل ما بنعرف نحن الذاكرة هي خزان مليء، خزان يحتوي تاريخ مو شخصي فقط، الشخص بيتذكر قصصه، بيتذكر ما مر معه، ولكن هالقصص هي تحوي أيضا عادات المجتمع، تقاليده، التغيرات اللي عم بتصيبه إلى آخره. فتسجيل هاي الذاكرة هو أمر مهم جدا بالنسبة للمؤرخين منشان يضيفوا لأرشيف الكتابات التاريخية. فالتاريخ الشفوي وضع معايير بالعالم كله، وتطورت هاي المعايير خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وحاليا صار معتمد في جامعات وصار في أقسام بتدرسه خاصة فيه. وحاليا لا يمكن كتابة التاريخ بشكل عام بدون بحث ميداني، يعني بدون ما ننزل على الأرض ونسأل الناس ونسجل، والتسجيل بيتحول لوثيقة، والوثيقة بعدين بيتم تفريغها وحفظها ضمن أرشيف وأيضا تحليلها وتقييمها. فإذا هذا هو باختصار التاريخ شديد التاريخ الشفوي. نعم أستاذ موسى، حكيت بالبداية أنه هدف المؤسسة هو مواكبة حركة البحث العلمي حول العالم، خبرنا كيف عم تواكب هذا الموضوع عبر
مشاريع، نحكي أكثر عن مشاريع وثيقة وطن التي تنجز حاليا. وثيقة وطن منذ البداية كان عندها ضمن رؤيتها أنه تشوف وتلامس الفضاءات اللي ممكن تشتغل عليها ضمن التاريخ السوري المعاصر. فالتاريخ السوري مثل ما بنعرف هو تاريخ مغرق في القدم، والتاريخ القديم لا يزال حي فينا، يعني من خلال صناعاتنا الحرفية على سبيل المثال، من خلال أقوالنا المأثورة اللي نحن منتبادلها من خلال الأمثال مثلا إلى آخره، وأيضا من خلال الوقائع اللي بيروها الآباء للأبناء. فنحن عندنا تاريخ حي ولا يزال موجود ولكن لا يسجل. فأول الفضاءات اللي المؤسسة اهتمت فيها وهو الفضاء اللي كلياتنا عم نعيشه حاليا هو تاريخ المرحلة الراهنة اللي سوريا عم بتمر فيها، وهذا تاريخ مهم جدا مشان نوثقه للأجيال القادمة. أيضا نحن بنهتم بفضاءات أخرى، على سبيل المثال تاريخ الحرف اليدوية وواقع الراهن وتوثيق هذه الحرف من شان أيضا تضل أبنائنا. نعم. أيضا تاريخ المأكولات السورية تماماً. وتوثيقها وهو موضوع غني و المطبخ السوري معروف بعراقته طبعاً. أيضاً يعني مثل ما عم تقول أستاذ موسى، دائما بيخطر لنا نحن كشباب أنه نحن بالفترة الحالية بنقرأ تاريخ قديم، ولكن مين ممكن يثبت تاريخنا الحالي لحتى ننقله لأجيالنا القادمة بطريقة فعلا علمية؟ فهذا الشيء عم تقوموا فيه كوثيقة وطن، مشكورين جدا على جهودكم. أنا بحب نوه كمان أنه حتى نقدر نعمل هذا الشيء نحن عم نعمل دورات تدريبية للشباب المتطوعين اللي بدهم يشتغلوا معنا، وعم نأسس أيضا للمفهوم، يعني عم نبني الأكاديمية الفكرية خليني أقول اللي بتأسس للمفاهيم اللي نحن عم نحاول نثبتها. هذا الشيء ضمن أدبيات المؤسسة رح يكون شيء مهم أيضا. خلينا هلأ شوي نمشي على جائزة حكايتي. جائزة حكايتي أشهرت بوقت سابق ومستمرة حتى اللحظة، فخبرنا عنها أكثر. جائزة حكايتي أطلقت المرة الأولى سنة الماضي 2019، كانت فكرة تحولت إلى واقع جميل جدا لأنه لقيت أقبال والناس شاركت من مختلف المحافظات السورية، والناس كتبت من مختلف الشرائح العمرية أيضا، بعثت لنا قصصها، وأيضا نحن احتفلنا بالفائزين منهم بعد لجنة، كان في لجنة تحكيم هي اللي اختارت القصص وبعد عمليات غربلة، فكان في احتفالية كبيرة. هذا الشيء شجعنا أنه نحول هالجائزة كمؤسسة، مجلس أمناء المؤسسة اختار أنه يكون في جائزة سنوية باسم هذه حكايتي. السنة نحن ببداية شهر 6 تم إطلاق الجائزة لمدة 3 أشهر، نحن عم نستقبل القصص وبدأت القصص تجي على المؤسسة منذ اليوم الأول، يعني الناس كانوا ناطرين، واضح أنه من سنة الماضية الإعلان عن بدء استقبال الطلبة عم ينتظروا كانوا الإعلان. فالجائزة نحن فاتحين استقبالها لنهاية شهر آب، يعني 3 أشهر. إذا بدنا نحكي بشروط المشاركة، شو عم بتكون شروط الاشتراك وكيف الواحد ممكن يشارك؟ كيف بيتم التواصل مع المؤسسة؟ هلا شروط المشاركة، أولا أنه نحن مفتوحة لجميع الأعمار، لجميع الفئات، عندنا 4 فئات رئيسية لهم جوائز، هي ما دون سن 20، بين سن 20 للـ40، من 40 للـ60، وما فوق 60. فهي الشرائح العمرية، مين ما بيحب من السوريين المقيمين أو المسافرين المغتربين اللي عندهم قصة واقعية بيحبوا أنه يشاركوا فيها، فنحن بنتمنى أنه يشاركوا، وبنتمنى أنه أيضا ما يبعثوا أكثر من قصة. نعم. يعني من شروط المشاركة أنه المشاركة بقصة واحدة،
عدد الكلمات بحدود الألف كلمة تقريبا زائد ناقص، ولكن ما تكون أكثر بكثير، وأيضا أنه تكون ملتزمة يعني ضمن حدود القصة الواقعية اللي صارت فعلا، اللي ما فيها مثلا كلمات نابية، اللي ما بتتعرض لمواضيع من الجانب الإنساني أو الآداب الإنسانية. تماما. هون بيتخللنا سؤال أستاذ موسى، كيف تتحققوا من واقعية أحداث القصة، وهل هي فعلا شرط لازم يكون أن الأحداث تبع القصة تكون صايرة مع صاحب هالقصة مكتوبة؟ نحن شرط أساسي هو أنه يكون الكاتب أو مرسل القصة هو فعلا اللي حدثت معه القصة، يعني ما يعني بيخفض من قيمة القصة ومن فرص نجاحها إذا كان هو عم بيروي على لسان شخص آخر مثلا، أو هو عم بيدخل على القصة أفكار واضح أنه هي أفكار خيالية ما عم بيدعمها مثلا بالتاريخ أو بالمكان أو بالأشخاص اللي ممكن تكون القصة من خلالهم عم تظهر مصداقيتها، وأنه هي فعلا قصة ممكن تكون واقعية. نعم. بشكل سريع بدنا نحكي عن الجوائز أستاذ موسى، شو عم بتكون الجوائز؟ نحن في عنا 12 جائزة مقسمة على 4 شرائح مثل ما ذكرت، دون 20 للـ40 للـ60 وما فوق 60. الجائزة الأولى ذهبية، الثانية فضية، الثالثة برونزية لكل شريحة من الشرائح. الذهبية هي 400,000 ليرة سوري، الفضية 300,000 والبرونزية 200,000. إذن هي دعوة عن طريق منبر قناة العالم سوريا لحتى كل الأشخاص اللي حابين يشاركوا بكلمتهم وبأحداثهم الواقعية بأنهم يتواصلوا مع وثيقة وطن عن طريق صفحتكم على الفيسبوك أو عن طريق موقعكم الإلكتروني. نحن عنا صفحة خاصة بالجائزة هي w-s-sy.org، بيقدر يدخل عليها اللي حابب يشارك ويشارك ويحط النص من الكمبيوتر ينقله دغري في مكان مع بياناته الشخصية. إذا ما بده ينقل بياناته يحط بياناته الشخصية فهو بيشارك ولكن بدون فرص فوز. فقط بغرض التوفيق. إذا حب أنه يسجلها تسجيل القصة على مسجلة الموبايل مثلا ويبعثها، نحن ما في عنا مانع. إذا حب يكتبها ويصورها ويبعثها كمان ما في عنا مانع. شكرا أو جزيلا. في بريد إلكتروني أيضا. إذا بحب يبعث موجود على صفحة. شكرا جزيلا لك أستاذ موسى، الله يعطيكم ألف عافية، والشكر الموصول لكافة أعضاء المؤسسة، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. شكرا جزيلا لقناة العالم. شكرا أستاذ موسى.